بكم أعزائي المشاهدين، مستمرون في التغطية الخاصة. أعلنت سرايا القدس في هذه الأثناء أنها قصفت برشقة صاروخية مدينة سديروت وكذلك غلاف غزة. قبل دقائق من الآن سمعت صافرات الإنذار في غلاف غزة. بالطبع بعد قليل سنكون مع تفاصيل أكثر حول إطلاق هذه الرشقة الصاروخية من قطاع غزة نحو غلاف غزة. بالطبع هذه التطورات على الجبهة الشمالية أو جبهة قطاع غزة تتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله بالقرب من بلدة اللبونة، في وقت تتواصل به العملية البرية وتقدم الجيش في محاور عدة في جنوب لبنان واستمرار استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت خلال جولة تفقدية أجراها لتقييم الأوضاع الأمنية في الشمال أن حزب الله بات بلا قدرات نارية كبيرة. من جهته أكد نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم أكد أن الحزب استعاد ترتيب أوراقه وأن إدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة. ومع استمرار الاستعدادات الإسرائيلية للضربة المتوقعة لإيران، وزير الأمن يوآف جالانت في زيارة خاطفة لواشنطن لمدة يومين لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط. أما وزير الخارجية إيران يبدأ اليوم جولة تشمل السعودية ودول بالمنطقة. إذن إلى أين تتجه الأمور؟ وهل بالفعل ستنجح إسرائيل في هزيمة حزب الله كما هي تخطط؟ سنناقش بالطبع بعد قليل. شبكة مراسلنا في الميدان من حيفا ينضم إلي مراسلنا وسام كبه. أهلا بك وسام، من الحدود الإسرائيلية اللبنانية سعيد محاجني، أهلا بكما. دعونا نبدأ معك سعيد. سعيد، نتحدث عن اشتباكات تدور بين قوات الجيش وحزب الله في الجنوب اللبناني، وقبل دقائق يكشف الجيش الإسرائيلي عن أنفاق ضخمة لحزب الله في الجنوب. ما هي التفاصيل المتعلقة بهذا الكشف؟ نعم لورين، دعينا نبدأ بهذا البيان العاجل من الجيش الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر. وفي هذه اللحظات يتحدث أن العثور على نفق كبير خرج من الأراضي اللبنانية، وتم العثور على في عمق 10 أمتار داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة مروحين في جنوب لبنان. وبالإضافة أيضا لأن عثر على هذا النفق بالقرب من بلدة زرعيت الإسرائيلية. الحديث يدور عن أن هذا النفق كبير جدا، ولكن لم يكن له عين النفق، أي أنه في هذه الأثناء وفي مرحلة البناء من قبل حزب الله، وسيتم تدميره من قبل الجيش الإسرائيلي بحسب البيان. إذن الجيش يعلن بشكل رسمي العثور على نفق داخل الأراضي الإسرائيلية، لا نتحدث عن داخل الأراضي اللبنانية، وإنما هو من ضمن الأنفاق التي دخلت فعليا الأراضي الإسرائيلية. تطورات لافتة حقيقة بعد هذا البيان الرسمي. صحيح أننا كنا نشاهد في السنوات الماضية شكاوي عدة من قبل الإسرائيليين في تلك المنطقة، وكانوا يتوجهون دائما إلى الحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية أننا نسمع أصوات أعمال تحت الأرض. تحديدا في هذه المنطقة عثر الجيش الإسرائيلي اليوم على هذا النفق بالقرب من بلدة زرعيت. لنتحدث أيضا عن ما يجري منذ ليلة الأمس حتى هذه اللحظات في منطقة رأس النقورة وأيضا لبوني وعلمة الشعب، هذه المنطقة التي أمطرها حقيقة الجيش الإسرائيلي بوابل كثيف وعشرات الغارات الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى عشرات الصواريخ من البوارج الحربية باتجاه هذه المنطقة بدأها منذ ليلة الأمس حتى عصر هذا اليوم. طبعا للتمهيد للقوات الإسرائيلية البرية للدخول إلى تلك المنطقة، وفور دخول هذه
المنطقة من قبل الآليات والدبابات الإسرائيلية. باغتها مقاتلي حزب الله بعشرات صواريخ من نوع كورنيت وأيضا قذائف الهاون التي أطلقت باتجاه هذه القوات. طبعا حزب الله أكد إصابة عدد من الدبابات والآليات العسكرية بشكل مباشر، ولكن حتى اللحظة لا يوجد نفي أو تأكيد من الجانب الإسرائيلي. يحاول مرارا وتكرارا الجيش الإسرائيلي التوغل إلى منطقة القطاع الغربي من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. بالأمس شاهدنا بيانات متتالية من قبل الجيش الإسرائيلي يطالب الجميع بمغادرة السهل الساحلي والقطاع الغربي للحدود مع لبنان، بالإضافة أيضا إلى كل المنطقة الممتدة من رأس النقورة وصولا حتى مدينة سور. يحاول الجيش الإسرائيلي الآن السيطرة على تلك المنطقة بعد دخوله إلى عدد من أطراف هذه البلدات. طبعا الجيش يقول أن هذه المنطقة أو يظن الجيش أن هذه المنطقة يعني هي منطقة رخوة، سهل الوصول إلى تلك المناطق، سهل السيطرة على تلك المناطق. ظن الجيش أنه لا يوجد هنالك عناصر من قبل حزب الله أو بشكل يعني كما رأينا في القطاع الأوسط وأيضا القطاع الشرقي، ولكن اشتباكات عنيفة دارت على مدار هذا اليوم. الجيش الآن يحاول الدخول لتلك المناطق حتى لربما الوصول إلى المناطق الجنوبية لمدينة سور، تحديدا إلى منطقة نهر الليطاني ليقوم بقطع لربما المنطقة البحرية والشواطئ الجنوبية للبنان وإحكام السيطرة والحصار على كل الشواطئ والسهل الساحلي من مدينة سور وصولا حتى منطقة الجليل. طبعا كل هذه التطورات قبل أن ننهي لورين تزامنت مع غارات عنيفة شهدتها مناطق واسعة من العمق اللبناني والضاحية الجنوبية ومدينتي سور وصيدا وأيضا كل المناطق المحاذية للأراضي الإسرائيلية اللبنانية. نعم سعيد، بالطبع سأعود إليك مع كل جديد. وسام، بداية ما هي صورة الوضع في منطقة حيفا، هذه المنطقة التي شهدت منذ صباح اليوم رشقات عدة، وماذا عن التعليمات الجديدة لهذه المنطقة؟ تفضل. بالفعل لورين، هناك تقييد في التجديدات بكل ما يخص الجبهة الداخلية وتحديدا في منطقة حيفا والقرى والبلدات المحاذية لها وتحديدا منطقة الكريوت. اليوم كان هناك ما يقارب 100 صاروخ أطلقت على رشقتين، الرشقة الأولى كانت 80 صاروخ أطلقت واستهدفت مدينة حيفا وطبعا الميناء خلفي خليج حيفا والمصانع التي تعتبر أهداف استراتيجية لحزب الله وأيضا على كل من بلدة الكريوت وكريات بيالي كريات موسكين وكريات يوم، حيث كان هناك سقوط لخمسة صواريخ وشظايا للصواريخ وكانت هناك حتى إصابات حتى هذه اللحظة. يعني التقييدات تشير لورين إلى أن ما يقارب يعني سيتم تقييد التعليم في هذه البلدات وتحديدا في منطقة الكريوت بجانب مدينة حيفا، لن يكون هناك تعليم منذ الغد. ربما هناك تخوفات إسرائيلية من أنه سيكون هناك أيضا استهداف آخر لهذه البلدات والمدن. مرة أخرى نركز على كل من الكريوت ومدينة حيفا والبلدات المحيطة بها. طبعا من مستشفى رمبم طبعا جاءت هذه المعلومات، هناك ما يقارب هناك 12 إصابة، منها إصابة لامرأة في جيل 70 التي أصيبت من شظايا وقعت على يدها وهناك كانت خطورة على يدها. ونبعا نتحدث عن العديد من إصابات الهلع، يعني لورين نتحدث عن ما يقارب 80 صاروخ أطلقت في الرشقة الأولى و20 صاروخ ما يقارب 105 صواريخ استهدفت مدينة حيفا. ولا ننسى أنه في الأيامات يعني في الأيام الأخيرة، نتحدث عن آخر يومين، كان هناك عدة رشقات واستهداف تام لمدينة حيفا، الصواريخ التي يعني تعترضها القبة الحديدية شظايا تسقط هناك، كان عديد من السقوط في أماكن عدة من البلدة وهو مسبب حالة من الهلع. ونقطة أساسية أريد أن نتحدث عنها، أن نعيم قاسم نائب الأمين العام الذي تحدث اليوم في خطاب وقام بإرسال يعني تهديد مبطن في خطابه، ترجم هذا التهديد بالرشقات التي استهدفت حيفا. يعني فورا بعد نهاية خطاب نعيم قاسم رشقتان كبيرتان وهي أكبر موجة رشقات تستهدف مدينة حيفا التي لطالما كانت هدف من أهداف حزب الله. ولا ننسى في السابق لورين عام 2006 في حرب لبنان الثانية عندما كانت المعادلة كالتالي، يتم ضرب الضاحية، يتم ضرب الضاحية في لبنان، يتم ضرب حيفا. اليوم طبعا كانت المعادلة في هذه الحرب مختلفة، للجميع تحدث عن تل أبيب، كانت تل أبيب أهداف حياتية، ولكن مرة أخرى لا ننسى حيفا خلفي، هناك أهداف استراتيجية مهمة
مهمة. على سبيل المثال الرصيف العسكري البحري الذي تم إخلاء جميع السفن منه لورين، ولا نشاهد أي سفن حربية هنا في الميناء في مدينة حيفا. نعم وسام، يعني بالطبع مع كل هذا التوتر في الشمال الإسرائيلي في منطقة حيفا تحديدا، الأنظار كذلك تتجه أو الاستعدادات مستمرة في إسرائيل لتوجيه ضربة إلى إيران، ونعلم أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت سيجري زيارة خاطفة إلى واشنطن. ما هي هدف هذه الزيارة باقتضاب لو سمحت؟ بالفعل الجميع تحدث عن زيارة خاطفة كما أشرت في بداية بثك، والجميع تساءل لماذا في هذا التوقيت في الذات، لكن نحن نعلم جيدا أن الهدف هو هدف تشاوري. الولايات المتحدة غاضبة جدا، هناك يعني حالة غضب من الإدارة الأمريكية، وهو ما جاء في صحيفة في موقع أكسيوس التي تحدثت بأن لويد أوستن يعني وزير الدفاع الأمريكي كان غاضب على إسرائيل من سلسلة الاغتيالات التي تقوم فيها، ولا تخطر الإدارة الأمريكية إلا في الدقائق الأخيرة، ومنهم كما حصل مع اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي علم فيه أوستن فقط دقائق قبل الضربات. من جهة أخرى إسرائيل وصل فيها الحكم يعني أو القرار العسكري في مجلس الحرب بأنه يجب ضرب إيران، وهذا كان القرار سياسيا، ولكن نحن بانتظار متى سيكون هذا الهجوم والرد على الرد الإيراني. ولكن هناك تقديرات في إسرائيل تشير، ومطالبات وأصوات كانت في داخل إسرائيل تطالب بضرب المنشآت طبعا النووية في إيران، وهو ما لا تريده الولايات المتحدة لعدة أسباب. واحد، الولايات المتحدة لا ترفض لورين، لنركز، لا ترفض ضرب إسرائيل لإيران، ولكنها تريد أن تحاول تقنع إسرائيل، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح في السابق بأن فقط على أمريكا هي التشاور، ولكن في القرار يعود في النهاية إلى إسرائيل، هي من تنفذ. ولكن الولايات المتحدة لا ترغب بأن يكون هناك ضرب على المنشآت الإيرانية النووية، لأن ضرب منشآت إيرانية نووية يتم فقط عبر أسلحة أمريكية التي استطاعتها فقط أن تتصدى وتخترق هذه المنشآت النووية، وهذا يعلم أن سيكون هناك رد من إيران. الولايات المتحدة تملك يعني العديد من المصالح في الشرق الأوسط. أولا نتحدث عن 40,000 جندي لها في منطقة الشرق الأوسط، ولا هناك لها قواعد عسكرية متواجدة بالمنطقة وتحديدا بجانب إيران، سواء كان في قطر أو حتى في عمان. لذلك سيكون استهداف ورد إيراني على هذه القواعد العسكرية، وهو ما ترغب فيه الولايات المتحدة لأن تكون هناك جبهة مفتوحة. نعم، وبالعراق تحديدا. لذلك سيكون الآن السؤال الأهم هو يعني التشاور الذي سيذهب فيه جالانت، خاصة نحن مقبلون على أعياد يهودية مهمة. وصل القرار بأن يكون هناك رد إيراني، لكن السؤال هل باستطاعة الولايات المتحدة أن يعني مرة أخرى أن تحاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعدول عن قراره وأن لا يضرب منشآت مثلا نووية وفقط منشآت عسكرية؟ لأن نعلم أن في الأيام الأخيرة وخاصة ما خرج في صحيفة وول ستريت جورنال أن هناك قطيعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ شهر أيلول، لم يتم هناك أي محادثة، ونحن نعلم جيدا أن هناك يعني حالة فتور في العلاقات بين إدارة بايدن وإدارة الرئيس الأمريكي. ولذلك كان قول سام أن الولايات المتحدة ملتسمة دائما بأمن إسرائيل رغم كل هذا الفتور الذي تتحدث عنه. نكتفي بهذا القدر وسام. نعم. إن سمحت لي. نعم، بجملة أخيرة. نعم، فقط أردت أن أقول أن إذا كان هناك ضرب أيضا لمنشآت نفطية وهذا سيرفع سعر النفط في العالم، وهذا ما نترغب فيه الولايات المتحدة، هذا يعني خسارة بايدن إذا ارتفع سعر الدولار إلى 200 دولار إذا تحاولت إيران ضرب منشآت النفط القريبة من قاعدات العسكرية الأمريكية. بالفعل. من حيفا وسام كبها، شكرا جزيلا لك وسام. ننتقل إلى قطاع غزة وإلى الصحف المختص بشأن الفلسطيني ضياء حسن. أهلا بك ضياء. ضياء، سرايا القدس قبل قليل تقصف سديروت وغلاف غزة برشقة صاروخية، ما الرسائل الموجهة من خلال هذه الرشقة؟ نعم، يعني هذه الرشقة تأتي بعد يوم واحد فقط من قصف كتائب القسام تل أبيب، وأيضا قصف كتائب القسام للزيروت بصواريخ رجوم. من الواضح أن المقاومة الفلسطينية لازالت تمتلك بعض الصواريخ، ربما بضع عشرات أو بضع مئات أو أقل من قليل، ربما كانت تدخرها للحظة مهمة كيوم 7 أكتوبر. بالأمس رأينا كيف كتائب القسام أطلقت 5 صواريخ مقادمة 90 باتجاه مدينة تل أبيب انطلاقا من خان يونس جنوب قطاع غزة. من الواضح أن المقاومة الفلسطينية تريد تثبت لإسرائيل أنه بعد مرور عام لا زالت تمتلك بعض القدرات، لا زال لديها قدرات تستطيع تكبيد الإسرائيليين فيها خسائر. وهذا ما كان واضحا أيضا من العملية العسكرية في جبالنا. نحن نتحدث اليوم عن إعلان من الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في عملية شمال قطاع غزة، أي بمعنى خلال 3 أيام أو أقل بقليل في مخيم جبالية
قتل جندي وأصيب آخر، فلو استمرت هذه العملية ربما تكون خسائر أكثر، خاصة مع إعلانات كتاب القسام عصر اليوم عن عمليات قالت إنها نوعية بقتل وتفجير وآليات وكمائن أو قاسية القوات الإسرائيلية في منطقة مخيم جبالي. هذا المخيم الذي يشهد عملية برية للمرة الثالثة منذ بدء عملية أو منذ السابع من أكتوبر أو منذ بدء العمليات البرية الإسرائيلية نهاية شهر أكتوبر داخل قطاع غزة، ولذلك نحن نتحدث عن عمليات مستمرة، نتحدث عن عدوان إسرائيلي مستمر، عن مجازر ترتكب داخل مخيم جبالي وفي مخيم نبوريج في وسط قطاع غزة، والذي يشهد أيضا عملية محدودة، نشهد أيضا توسيع للعملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة شمال قطاع غزة، وصلت إلى أطراف شمال مدينة غزة، وأقصد هنا منطقة الصفاوي ومنطقة شارع أحمد ياسين في ظل حالات نزوح متكررة من تلك المنطقة. ولذلك نحن نتحدث عن عملية ربما تتوسع في الساعات المقبلة، ربما تكون لها أثار أكبر في الساعات المقبلة، لكن أيضا المقاومة كما ذكرت يبدو تؤكد من جديد أن لديها القدرات على مواجهة إسرائيل. يعني أبو عبيدة كان بالأمس ناطق باسم كتاب القسام كان يتحدث بشكل واضح عن قدرات وعن حرب استنزاف طويلة وعن تغيير الخطط والتكتيكات، وأن كتائب القسام وغيرها من الفصائل مستعدة. يعني نرى أن كتائب القسام تستطيع يعني إعادة ترتيب صفوفها كل فترة رغم كل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة في قطاع غزة، ليس كذلك؟ نعم هذا صحيح، من الواضح أنها تحافظ على الكثير من الأمور. يعني عندما دخلت القوات الإسرائيلية جباليا أو مخيم جباليا كانت ربما قادرة كتاب القسام وفصائل فلسطينية على التصدي للقوات الإسرائيلية شرق مخيم جباليا، أي بمعنى أنها كانت قادرة على الأقل عرقل الدخول القوات الإسرائيلية لمخيم جباليا، لكن يبدو من التكتيكات التي تعتمدها كتاب القسام والمقاومة هو جر الجيش الإسرائيلي إلى كمائن داخل المخيمات المدمرة، داخل المناطق المدمرة، داخل المنازل المدمرة. وشاهدنا كيف في فيديو نشرته كتاب القسام بالأمس استخدمت صاروخ F-16 طائرة حربية ألقته ولم ينفجر، وضعت في رأس حربيا صغيرا بقذيفة هون يجعل المتفجرات التي بداخله تتفجر جميعها، وضعته في منزل وأوقعت ربما هو القتيل الإسرائيلي أصلا سقط في هذا الهجوم، وأوقعت قوة إسرائيلية في هذا الكمين وأطلقت وفجرت العبوة الناسفة في هذا المكان. ولذلك التكتيكات تختلف، المقاومة تختلف من يوم إلى آخر، من الواضح أنها تجر القوات الإسرائيلية إلى الأماكن التي تريدها بالطريقة التي تريدها بما تضحى تحت ضياء. سؤال أخير يتعلق بالجبهة الشمالية، كيف برأيك تتابع الفصائل الفلسطينية ما يجري على الجبهة الشمالية، خاصة أنه يدور الحديث في هذه المرحلة بالطبع من قبل نعيم قاسم أو نبيه بري عن موافقة وضع أو الحديث عن مسار تفاوضي أي وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية؟ نعم، من الواضح أننا أمام مرحلة جديدة ليس فقط بشأن لبنان، من الواضح أن المرحلة الجديدة التي تتحدثين عنها وتحدث عنها نعيم قاسم وغيره واتفاقيات ربما تشمل غزة، هذا أصبح واضحا باعتقاد التصريحات الأخيرة والطرح الإسرائيلي والحديث عن مقترح إسرائيلي جديد بشأن يعني بشأن قطاع غزة، وربما الوصول وعودة السنوار للتواصل مع الوسطاء باعتقادي هذه ربما تكون مؤشرات إيجابية باتجاه إمكانية أن نتجه إلى اتفاق حتى ولو بشكل مؤقت على أساس أن يكون هناك اتفاق أوسع أو مساحة من أجل التفاوض بشكل أوضح سواء فيما يتعلق بلبنان أو ما يتعلق بقطاع غزة. لكن أيضا ولكن هل تتوقعون يعني أنه يمكن لجبهة لبنان أن تصل إلى اتفاق بمعزل عن قطاع غزة؟ لو كانت تريد الاتفاق لاتفقت سابقا، وهذا ما كنت أقوله. لا. الفصائل باعتقادي باتت تقدر موقف حزب الله بشكل أكبر من السابق، خاصة في ظل الضربات، في ظل الاختيالات التي يتعرض لها، في ظل ما يتعرض له لبنان، إلا أنه لازال مصمم على ربط قطاع غزة بربط ما يجري في لبنان. ولذلك هذه نقطة مهمة الفصائل تستند إليها، وخاصة حركة حماس وحركة الجد الإسلامي أيضا. ولذلك الفصائل تعتبر هذا أمرا مهما، تعتبر وتعتقد ورب اعتقادي حتى أن هناك تنسيق فعلي بين حزب الله وحماس في وحركة الجد الإسلامي في ظل ورغم الظروف الصعبة، إلا أن هناك تنسيقا كبيرا من أجل إتمام وإبقاء هذه الجبهتين وربطهم مع بعضهم البعض. بالعكس تماما، الحديث أصبح يدور أيضا عن اليمن، الحديث بات يدور أيضا عن العراق، هناك كان هجوم أو هجومين مؤثرين من العراق، قتل جنديين في الجولان نتيجة انفجار طائرة، وطائرة أخرى وصلت إلى منطقة عند الحدود المصرية. ولذلك نحن نتحدث عن تغيير
تغيرات وتكتيكات ربما تعتمدها الفصائل. أيضا باعتقادي الجميع دول العالم باتت تعمل من أجل منع رد إسرائيلي كبير ضد إيران يجر إيران إلى رد أكبر. ولذلك أصبحت إسرائيل أمام جبهات فعلية. ما كان يعمل نتنياهو وجالنت وغيره عليه وهو فصل الساحات عن بعضها البعض باعتقادي أصبحت تتقارب أكثر الساحات رغم الضربات التي يتعرض لها محور المقاومة من إسرائيل. نعم ضياء حسن صحفي مختص بشأن الفلسطيني حدثني من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك ضياء. من الخليل ينضم إلي الإعلامي والكاتب الفلسطيني محمود دياب، أهلا بك. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور شؤون يناي، باحث ومحاضر في تاريخ الشرق الأوسط ومختص في الشؤون الخليجية والعربية، أهلا بكما. دعنا نبدأ معك دكتور شؤون، نبدأ مع كشف الجيش قبل قليل فيما يتعلق بعثوره على نفق يمتد من جنوب لبنان إلى الداخل الإسرائيلي. بالطبع هذا الكشف يتزامن مع استمرار الاجتياح البكري للعمليات العسكرية في جنوب لبنان. برأيك هل يعني ستنجح العملية العسكرية في تحقيق الهدف وهو إبعاد حزب الله عن الحدود وإلى ما بعد الليطاني وتفكيك وتدمير كل هذه الأنفاق؟ إذا ما كنت تقصدين عن النفق في مروحين، هو نفق من 20 متر لا يوجد فيه فوهة، كان قد دفن في الطرف اللبناني. الجيش يعترف أنه لا يعرف كل شيء عن أنشطة حزب الله. علينا أن لا ننسى أنه في مروحين وفي الخيام وفي مرون الرأس، هذه أماكن توضيح عن نفق تم العثور عليه وكشفه قبل قليل، يعني حدث قبل دقائق من الآن. نعم نحن نتحدث عن نفق في مروحين. هذا النفق لم يتجاوز الحدود الإسرائيلية وكان تم سده في الحدود. الجيش يقول أنه يعرف هذا النفق وكان يراقبه منذ فترة طويلة. لم تكن هناك أنشطة لحزب الله في الأشهر الأخيرة، لذلك لم يضربها أو أنه أراد وقاع حزب الله في فخ في هذا النفق. علينا أن نذكر أن حزب الله استعد لهذه الحرب منذ 2006، منذ قرابة 20 عام، عد وسائل وذخيرة وأسلحة وقوى مدربة بكميات كبيرة، ولكن في كل مرة يلتقي حزب الله بالجيش هو يواجه مشكلة. الجيش في كل معركة يجلب معه قوى نارية هائلة، مدفعية وسلاح جو وجنود بأعداد أكبر من قدرات حزب الله. في بعض الأحيان النسبة تصل إلى 1:5-6 جنود إسرائيليين، بالإضافة إلى القدرات النارية والمدفعية للجيش. بعد اليومين الأولى وبعد اليومين الأوائل الذي كان هناك عدد من القتلى الإسرائيليين، اليوم الجنود يقولون أن القرى اللبنانية فارغة، ليس فقط من المواطنين ولكن من مقاتلي حزب الله الذين فضلوا الانسحاب من القرى. وربما هذه استراتيجية معينة للحزب خاصة، ونرى كذلك على ما يبدو وعلى ما أعرف هناك تغيير في تكتيك الجيش كذلك فيما يتعلق بالدخول البري، لا سيما وأنه بالفعل كما ذكرت يعني كان هناك خسائر في صفوف الجيش منذ اليوم الأول. نعم المشكلة هي أن القوات التي يلتقيها الجيش الإسرائيلي خطة الحرب لحزب الله، هؤلاء الذين ينسحبون من قبل حزب الله هم الذين كان من المفترض أن يقاتلوا يصدوا الجيش الإسرائيلي، بينما قوات رضوان كانت من المفترض أن تشتبك مع الجيش. ولكن منذ هجوم أجهزة الاتصال الذي أخرج الآلاف منهم من بين مصاب وقتيل من المقاتلين، بالإضافة إلى مئات عناصر الرضوان الذين قتلوا حتى الآن، وإذا ما أضفنا أنه لا توجد قيادة ولا اتصال والقيادة المسرحية للقوى الرضوان تم قتلها، نحن نرى أن قوى الرضوان التي نواجهها في ساحة الحرب لا تعمل كما أعدها حزب الله. لذلك نحن نرى أن حزب الله في ضائقة في الميدان وفي القيادة. وسمعنا نعيم قاسم الذي توسل لوقف إطلاق النار، هذا ما طلبه. وأنا أريد أن أقول لمحمد دياب، لا يوجد أي تنسيق بين غزة وبين حزب الله كما قال ضياء. المكانين منفصلين سواء داخل عزة وبينهم وبين نفسهم،
سواء حماس بين نفسها وطبعا بين غزة ولبنان. وبعد قليل بالطبع سنستمع كذلك إلى كلمة مصورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه رسالة للشعب اللبناني. وكذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الأثناء يعلن رسميا عن اغتيال القيادي في حزب الله هاشم صف الدين. إذن تأكيد إسرائيلي على اغتيال هاشم صف الدين. أستاذ محمود أهلا بك مجددا معنا. يعني نتحدث هنا، يتحدث ضيفي عن، يقول بوضوح أن حزب الله بات في ضائقة من حيث قدراتها الميدانية، أي قوات رضوان والخسائر في صفوفه. ونتحدث الآن عن تأكيد عن اغتيال هاشم صف الدين. برأيك كيف يمكن تقدير ما تبقى من قدرات الحزب في هذه المرحلة؟ تحياتي لك ولكافة المشاهدين. أولا يعني في حال تم الإعلان بشكل رسمي من قبل حزب الله عن اغتيال يعني المرشح لأمانة، الآن التأكيد هو فقط من الجانب الإسرائيلي، سننتظر بيان الحزب بالطبع. طالما أن الحزب لم يعلن فهذا يعني غير مؤكد حتى هذه اللحظة، وتبقى يعني حتى هذه اللحظة مجرد يعني إعلان من الجانب الواحد، أي من الجانب الإسرائيلي. بكل الأحوال حتى لو تم اغتيال هاشم صفي الدين وهو المرشح لرئاسة الحزب بعد العام حسن نصر الله، هذا يعني بكل الأحوال بأن قيادة حزب الله هي جميعها في المعركة، وفي نظر المقاومة وفي نظر الشعب اللبناني وفي نظر الشعب الفلسطيني بأن قيادة المقاومة عندما تقدم نفسها في بداية الصفوف فهذا يعني بأن المقاومة جميعها جاهزة لعملية قتال واسعة، وهذا في نظري لا يعني بالضرورة بأن الحزب يعني فقد قوة عسكرية ميدانية. المقاتلين في الميدان هم ليسوا القادة، سواء كانوا القادة العسكريين أو القادة السياسيين. القتال الآن الذي يدور في مناطق جنوب لبنان تقود عبارة عن مجموعات مسلحة يقودها عناصر من حزب الله، إضافة إلى قيادات محلية على مستوى المناطق المحلية. يعني تقول أنه لا تزال لدى الحزب قوة ميدانية باستطاعتها التصدي لأي تقدم للجيش الإسرائيلي؟ يعني الذي يفسر ذلك هو حدث اليوم والإعلان عن عشرات الجرحى من جنود الجيش في الجبهة الشمالية وفي قطاع غزة، وقصف حيفا اليوم ب 105 صواريخ باعتراف الجيش الإسرائيلي. هذا يعني إجابة على ما دار به الحديث قبل قليل. نعم دكتور شاؤول، بدأت بالحديث عن تصريح نعيم قاسم أو فيما يتعلق بأي اتفاق أو مسار مفاوضات لوقف إطلاق النار. كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ وهل بالفعل تلمس أن الحزب في هذه المرحلة يتحدث بشكل جدي عن وقف إطلاق النار؟ אני חושב אחרי ששמעתי כמה פעמים את נעים קאסם خطاب نعيم قاسم، وحقيقة أنه ذكر نعيم بري. بالعادة حسن نصر الله لم كان يذكر نبيه بري. نبيه بري هو قيادي مخضرم قديم دون تأثير كبير. فجأة نرى نعيم قاسم يتحدث عن نعيم بري وعن البرلمان اللبناني وأن الجميع يريد وقف إطلاق النار. واضح أن هذا التوجه لنعيم قاسم يأتي بسبب هشاشة الوضع وحقيقة أن منظمته في ضائقة وتلقت ضربات، ولكن على أن ننظر إلى الجانب الإسرائيلي. دكتور شاؤول، هناك تصريح هام ولافت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه كلمة إلى الشعب اللبناني، لنستمع ومن ثم سنعود إلى النقاش. هذه رسالة إلى الشعب اللبناني. أنتم تذكرون حينما كانت دولتكم تذكر كجوهرة الشرق الأوسط. أنا أذكر تلك الفترة. ما الذي حصل؟ عصابة من الإرهابيين دمرت بلدكم. هذا الذي حدث. لبنان كانت معروفة بتسامحها بجمالها. اليوم هو مكان للفوضى، مكان للحرب. إسرائيل انسحبت من لبنان قبل 25 عام، ولكن الدولة التي احتلت لبنان ليست إسرائيل، هي إيران. إيران التي مولت وسلحت حزب الله لتخدم مصالح
إيران على حساب لبنان. حزب الله حول لبنان إلى مصنع للذخيرة والأسلحة ولجبهة إيرانية أمامية. بعد يوم مجزرة 7 أكتوبر حزب الله انضم للحرب ضد إسرائيل، بدأ باستهداف مدننا ومواطنيننا، أطلق أكثر من 8000 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، قتل المدنيين دون تمييز، مسيحيون ويهود ومسلمون ودروز. إسرائيل قررت وضع نهاية وضع حد لهذا. قررنا نقوم بكل ما هو مطلوب لإعادة مواطنينا النازحين إلى بيوتهم. إسرائيل لديها الحق على حماية نفسها، إسرائيل لديها الحق بالنصر، وإسرائيل ستنتصر. نحن ضربنا قدرات حزب الله، قتلنا آلاف الإرهابيين، بما في ذلك نصر الله نفسه ونصر الله خليفة وخليفة الخليفة. اليوم حزب الله هو ضعيف منذ كان بوضع قبل عدة سنوات. اليوم أنتم الشعب اللبناني، أنتم الآن في مفترق طرق أساسي، هذا هو خياركم. لا يمكن أن تعيدوا بلدكم إلى الوراء، يمكنكم أن تجعلوه قاعدة للازدهار والسلام. إن لم تفعلوا حزب الله سيستمر في محاربة إسرائيل من المناطق المأهولة على حسابكم. هو لا يهتم إن قذف بلبنان إلى حرب أهلية. مسلمون ودروز وشيعة والسنة تعانون بسبب سياسات الحرب التي يقود حزب الله ضد إسرائيل. اليوم أطلب من كل أم وأب في لبنان، أسألكم سؤال بسيط، هل هذا يساوي أنه لا يجب أن يكون كذلك؟ أعرف أنتم تريدون مستقبلا أفضل لأطفالكم، لذلك أنا أتحدث لكم أخاطبكم جميعا. هناك طريق أفضل، طريق أفضل لأبنائكم، لمدنكم، لبلداتكم، لدولتكم. أنتم تستحقون لبنان مختلف، دولة واحدة، علم واحد، شعب واحد. لا تجعلوا هؤلاء الإرهابيين يدمرون مستقبلكم أكثر مما فعلوا. وانهضوا واستعيدوا بلدكم، لديكم فرصة لم تكن موجودة منذ عقود، فرصة للاهتمام بمستقبل أبنائكم وأحفادكم. لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في الحرب الطويلة تقود إلى الدمار الذي شهدناه في غزة. لا يجب أن يكون الوضع هكذا، يجب أن تخذوا خطوة من أجل مستقبلكم. يمكنكم أن تفعلوا هذا. أقول لكم شعب لبنان، حرروا بلدكم من حزب الله لكي تنتهي هذه الحرب، حرروا بلدكم من حزب الله لكي يزدهر بلدكم، لكي يعيش الأجيال اللبنانية والإسرائيلية بدون حروب وبدون سفك للدماء، وأن نعيش سويا بسلام. إذن نتنياهو يقول ويوجه رسالة للبنانيين، يقول لهم حرروا بلدكم من حزب الله ومن إيران، وكذلك يقول لديكم في هذه المرحلة فرصة تاريخية لتحرير بلدكم وأنتم على مفترق أو في مفترق طرق. دكتور شاول، كيف يمكن أن يعني كيف تقرأ هذه توجيهات من قبل أو نداءات من قبل نتنياهو للشعب اللبناني؟ أمور مشابهة قالها رئيس الحكومة للشعب الإيراني. هو يحاول أن يخاطب الشعوب من فوق رؤوس القيادة دون أن يفهم الواقع اللبناني المعقد. حزب الله هو ليس قوى أجنبية في لبنان، هو جزء من النسيج الاجتماعي في لبنان. صحيح نحن لا نحبه، صحيح هذه منظمة تستخدم العنف ضد السوريين واللبنانيين، لكنه هو جزء من النسيج الوطني اللبناني. والآن الزعيم الرسمي لحزب الله يقول نحن مستعدون لوقف لإطلاق النار. وقف إطلاق النار يعني إنجاز أهداف إسرائيل، تحقيق أهداف إسرائيل، وقف النار من لبنان، إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، وهدوء آمل كما حصل بعد حرب لبنان الثانية ل15 أو 20 عام، وأن نجعل اللبنانيون يهتمون بمشاكلكم. حينما دخلت إسرائيل في قضايا لبنان في العام 1982 وتحريض المسيحيين ضد الفلسطينيين وتحريض الدروز ضد السنة، هذا لم ينجح. حاولنا أن نعين رئيس من قبلنا بشير جميل، هذا لم ينجح. لا تحب أي دولة
أن يتدخل قادة آخرون بحياتهم. يا دكتور شاؤول، في نهاية المطاف ألا يمكن لهذه التصريحات أن تطمئن الشعب اللبناني أنه في نهاية المطاف لا يوجد هناك مشاريع أو استراتيجية إسرائيلية لاحتلال لبنان، بل هي تريد مساعدة لبنان على التخلص من حزب الله؟ أن يصبر. لبنان لبنان متسوية بين شتي لبنان موجود في أمام معضلتين، حرب في مواجهة إسرائيل نحن نرى القتل والدمار، ولكن إذا ما خرج الجيش اللبناني أو السنة والدروس ضد حزب الله والشيعة هذا يعني حرب أهلية. لبنان جربت حربين أهليتين، الأخيرة كانت انتهت في 1990 وكلاهما كان أسوأ من الحرب ضد إسرائيل. أن نقول لهم حرروا أنفسكم من حزب الله، هذا يقول للبنانيين ادخلوا في حرب أهلية داخلية ثالثة ومدمرة في واقع لبناني صعب. أعتقد أن الأمر الصحيح الذي يجب على إسرائيل أن تقوم به هو أن تثق بأن حزب الله يفك الربط مع غزة، مستعد لوقف إطلاق النار، هذا سيوفر الكثير من الدمار للشعبين. أستاذ محمود، برأيك كيف سيتلقى الشارع اللبناني هذه التصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ يعني سيستقبل الشارع اللبناني هذه الكلمات وخطاب السيد نتنياهو بكل خفة وبكل سذاجة. يعني لا يعقل بأن يكون رئيس دولة احتلال ودولة غزو يدعو مواطني هذه الدولة بالاختلاف فيما بينهم وبمحاربة بعضهم وبالتوجه إلى فتنة داخلية سواء طائفية أو وطنية. يعني هذا يدل على المرحلة التي وصل إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من العجز العسكري والأمني، وحتى لو تم اغتيال قيادات كبيرة في حزب الله وهذا لا يعني أن الحرب توقفت، الحرب مستمرة والمقاومة مستمرة، والدليل على ذلك اغتيال. ولكن ألا يمكن علينا أن نتوقع، يعني هل يجب علينا أن نتوقع أن نرى أي تحرك من الشارع اللبناني يتحدث عن الفئات المعارضة لحزب الله، خاصة وأن هناك من يعتقد أن حزب الله بات ضعيفا في هذه المرحلة؟ بعد هذا الخطاب للأسف يعني نتنياهو حتى في الإدارة الإعلامية للحرب على ما يبدو أنه فاشل، في بعد هذا الخطاب أصبح واضح إن لم تكن معي فأنت ضدي. يعني الآن الأمر أصبح واضح، يعني إن لم تكن مع المقاومة فأنت ضد المقاومة مع المشروع الاحتلال الإسرائيلي. وإلى أي مدى يمكن أستاذ محمود في هذه المرحلة أن نقول بوضوح أن الحزب وصل إلى نقطة معني في وقف إطلاق النار؟ باعتقادي الحزب منذ بداية التصعيد في الجبهة الشمالية ومنذ 8 أكتوبر كانت رسالة الحزب واضحة، يعني بأنه توقف عن انسحبوا من غزة وتوقف عن الحرب في غزة، أوقفوا الحرب في غزة وفورا سنوقف الحرب في الشمال. يعني هذه الرسالة كانت من اليوم الأول وليس الآن. ولكن هل علينا أن نتوقع أن يقبل الحزب بصفقة تتعلق فقط بجبهة الجبهة اللبنانية بمعزل عن جبهة قطاع غزة؟ لأنه إسرائيل تريد فصل الجبهتين. باعتقادي ستكون طلقة الرحمة أو الرصاصة الأخيرة على الحزب إذا وافق على هذا الشيء ولن يقبل به إطلاقا. طيب دكتور شاؤول، بالإضافة إلى كل ما يجري فيما يتعلق بقطاع غزة وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، نعلم أن إسرائيل تريد توجيه ضربة قاسية موجعة كما يصفها القادة الإسرائيليون إلى إيران. حتى اللحظة هناك يعني استعدادات، الأنظار تتجه إلى إيران، ما الذي تتوقعه؟ أي سيناريوهات مطروحة برأيك؟ أني كل مسكين أنا أوافق أن اللبنانيين يجب أن يتحرروا من احتلال إيران التي تؤثر بشكل سلبي وتدمر المجتمع اللبناني، كما أن إيران ساعدت حماس على تدمير غزة وساعدت على الحوثيين للحوثيين تدمير اليمن. إيران يجب أن تنسحب من لبنان، كان على إسرائيل أن تنسحب من لبنان. بالنسبة لإيران، إيران هي المفتاح لمستقبل الشرق الأوسط. إيران موجودة اليوم في انقسام، هي أمام معضلة استراتيجية. حتى الآن استراتيجيتها كانت تكمن في دعم المنظمات الشبه دولية كحزب الله وحماس والحوثيين والحشد الشعبي في العراق من خلال التفكير أنه
عليهم خلق درع عربي يضحي بنفسه من أجل مصلحة إيران، وفعلا عشرات آلاف العرب في غزة والعراق وسوريا واليمن قتلوا من أجل إيران لكي ينجحوا بالبقاء كدروع بشرية لإيران. على إيران أن تستثمر عشرات المليارات في إعادة بناء غزة وسوريا ولبنان واليمن. أنا لا أعتقد أن لإيران توجد القدرة استثمار 100 مليار أو 150 مليار دولار في السلاح وإعادة الإعمار والمشافي والرواتب لكي تبقي نفوذها. وهناك أصوات داخل إيران من البرلمان للرئيس الإيراني الجديد، هم يقولون الآن جاء دور إيران. إيران أولا، نحن سنهتم بمصالحنا لأن الدرع العربي الذي أنشأناه لا وزير ثماره. وزير الخارجية الإيراني جولة إقليمية على ما يبدو سيبدأها من السعودية. نخون إيران تريد أن تعرف أنه إذا ما انسحبت من الاستراتيجية السابقة التي كانت تكمن في إنشاء حلقة نار حول إسرائيل ويتبنون سياسة جديدة، هل ستبقي الولايات المتحدة السعودية على التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة؟ هذا الذي كان يجب أن يحدث قبل 7 أكتوبر ولم يتحقق. إن تعهدت السعودية لإيران أنها لن تكون في تحالف استراتيجي مع إسرائيل، ربما يكون تطبيع ولكن ليس تعاون استراتيجي مع إسرائيل. لا أدري ما ستقول السعودية وما الذي ستحصل. تعهد سعودي يمكن أن نرى تغيير في التوجه الإيراني، لست متأكد، ولكن إن حدث هذا، إن قررت إيران، لكن المفتاح في يد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران وأي استراتيجية ستتخذ. لماذا؟ لست متأكد، لأن الولايات المتحدة كدولة ديمقراطية يمكن أن تفرض حتى مستوى معين نفوذها على المملكة السعودية وعلى إسرائيل وعلى مصر وعلى الأردن وعلى كل دولة أخرى، ولكن توجد عوائق على الديمقراطية الأمريكية. ولكن إذا رفعت العقوبات عن إيران وعادت الولايات المتحدة عادت إلى اتفاق النووي الإيراني، ألا يمكن أن نرى تغيير في النهج الإيراني؟ أمل جدا أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لأن هذا الذي أوصل إيران إلى قدرات النووية الحالية حين انسحبت الولايات المتحدة. ولكن إذا ما أعطيت إيران المحفزات الصحيحة ستتنازل عن خطتها النووية وعن الدرع العربي الذي ألحق الدمار. السؤال إلى أين تذهب الأمور في إيران؟ علينا أن نذكر إيران مع كل مصالحها الإقليمية على مدار سنوات واستثمارها الهائل بالسلاح وبالمال وبالأمال وبالأيديولوجيا، في نهاية المطاف حينما يصل الأمر لاختيار بين المصالح الوطنية الإيرانية، إيران اختارت مصلحتها الوطنية، وإذا ما اختارت مصلحتها الوطنية وانسحبت من حلقة النار ضد إسرائيل وستمنح اليمنيين واللبنانيين والسوريين، سوريا تريد أيضا الانفصال عن إيران وكذلك العراق، إن تركت هذه الدول أو توقفت عن تضحية العرب والإسرائيليين على حساب مصالحها، ربما سنرى الشرق الأوسط يخرج من عقد من الحروب دمرت الشرق الأوسط. الحرب في غزة والحرب في لبنان هي جزء من هذه الحرب الواسعة، وحان الوقت لوقف الحرب وأن إسرائيل عليها أن تعترف بدولة فلسطينية وتنسحب من لبنان. سأتوسع معك بهذه الرؤية، خاصة أنك من يقول أن لا يمكن الحديث عن شرق أوسط جديد دون اعتراف إسرائيل في نهاية المطاف، أو على الأقل بدء مفاوضات ومسار مفاوضات جدي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. أستاذ محمود، هل توافق هذا الطرح أنه في نهاية المطاف إيران تفضل مصلحتها الوطنية الشخصية على مصلحة الشعوب العربية، وإذا اضطرت في نهاية المطاف أن تتخلى عن محور المقاومة وكل هذا المشروع التي بنته على مدار سنوات ستقوم بهذا؟
يعني بداية سؤال بسيط جدا، ما هو المقابل الذي ستتخلى عنه إيران مقابل التخلي عن ما بنته خلال عقود كما ذكرت؟ أولا. ثانيا، يعني ذكر النقطة الأخيرة ضيفك قبل قليل، وهي في النهاية يجب الاعتراف بدولة فلسطينية من أجل وحقوق فلسطينية، وأيضا الانسحاب من لبنان، والوصول إلى حل يعني أساسي للقضية الفلسطينية وقضية المنطقة مع إسرائيل. يعني هذا السؤال يوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللحكومة الإسرائيلية المتعاقبة. لماذا يتم دائما زج إيران في قضايا المنطقة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية؟ لأنها أو هي لربما من تقود هذا المحور في هذه المرحلة، ليس كذلك؟ ومن يقود إسرائيل في هذه المعارك؟ ليست أمريكا التي تقود بالطبع. إسرائيل عمل عملياتها الإجرامية في المنطقة بأكملها سواء في فلسطين أو في دول الجوار؟ يعني بكل الأحوال هنالك مصالح، لا أحد يشك في ذلك، هنالك مصالح لدول كبرى في المنطقة وعلى رأسها أمريكا التي لا زالت تدعم إسرائيل وبشكل علني عسكريا وأمنيا وسياسيا وحتى في مؤسسات الدولية. ولكن أستاذ محمود، هل تعتقد أنه يمكن للأطراف الخارجية أن تنجح في ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي قبل الحديث عن دولة فلسطينية أو إقامة دولة فلسطينية؟ الحديث عن أي ترتيب داخلي فلسطيني يتم من خلال البيت الداخلي الفلسطيني أولاً، ومن خلال القناعة لدى الشارع الإسرائيلي بأنه يجب الاعتراف بأن هنالك شركاء حقيقيون في السلام وهم الشعب الفلسطيني. نعم دكتور شاؤول، تقول أنه في نهاية المطاف على إسرائيل أن تنسحب من لبنان كما ذكرت، وتسعى إلى مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، ولكن بحسب ما نعلم وبعد 7 أكتوبر وفقط بالأمس إسرائيل كانت هناك مراسم لإحياء الذكرى الأولى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر، هل تعتقد أن الشارع الإسرائيلي يمكن أن يقبل في هذه المرحلة الحديث أصلا عن هذه الفكرة؟ حتى أتحدث عن الفئات التي كانت معتدلة يسارية في الداخل الإسرائيلي. أنت محق أنه يوجد خوف من فكرة الدولة الفلسطينية، ولكنني أريد أن أعيدك إلى 6 أكتوبر وأن نسأل بعد الوثائق والشهادات التي انكشفت، لماذا السنوار وحماس اختاروا الهجوم في 7 أكتوبر؟ ما الذي دفعهم أن يستعجلوا بهذا الهجوم الذي خطط له إيران وكان يجب أن يكون مشترك مع حزب الله ومنظمات أخرى؟ والرد هو في الأيام الأخيرة هو غير مفاجئ، كانت هناك اتصالات حقيقية شملت الفلسطينيين والسعوديين والأمريكيين وحتى الإندونيسيين للوصول إلى مفاوضات على مبدأ حل الدولتين مع الكثير من التعديلات وحلول للبنان والمستوطنات. أبو مازن كان جزء من هذه الاتصالات، نتنياهو أيضا، ونذكر أيضا شلومو كرعي يتحدث من الرياض في مؤتمر دولي عن التغيير الكبير، وكل شيء كان مخطط له ليناير 24. سنوار خشي من ذلك وراهن على كل الأوراق وهو يعرف أن المعاناة للشعب الفلسطيني كانت ستكون كبيرة. أريد أن أقتبس من مقاله غزاوي هرب إلى مصر، هو قال أسلوب السنوار وحماس والحوثيين والحركات الإسلامية السياسية، إن كنا نحن محقون هذا جزاء رباني، وإن أخطأنا فهذا اختبار إلهي، بمعنى أنه في كل الأحوال سواء نجح هذا التيار أو فشل المسؤولية ليس على المنظمة ولكن على الرب. هم مستعدون للتضحية بكل شيء بما في ذلك حياتهم نفسهم، هم لا يخشون على التضحية بحياتهم. المشكلة أنهم يأخذون معهم عشرات الألاف، وأنا أنظر للحروف في الشرق الأوسط، وحان الوقت، حان الوقت للعودة إلى اللغة المنطقية. إسرائيل هناك خوف كبير من اتفاق سلام، كان أيضا خوف كبير من السلام مع مصر، وكان خوف من السلام مع الأردن. يمكن أن نصل إلى صفقة من خلال المعاناة الكبيرة التي يعيشها الإسرائيليون والفلسطينيون في غزة واللبنانيون في
لبنان الحرب لا جدوى لها، لا حاجة بالحرب، لا حاجة بالحصول على أراض ولا أمن. حان الوقت للتفكير بشكل مختلف بعد عقود من الحروب. ما التي قادت إليه الحرب؟ قادت إلى دمار. انظري إلى الإمارات لا تحارب وهي دولة تزدهر. هذا الشارع الإسرائيلي دكتور شؤول، يعني كل الإسرائيليين الذين أتحدث عنهم لا يعتقدون. نحن نقول هذا للشارع الإسرائيلي، نحن نكتب. أنا أتحدث مع الكثير من القادة، اليوم تحدثت مع عدد منهم وفي الأيام الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة، وأنا أسمع منهم أنني محق. نحن صحيح أنهم لا يصدقون، لا يثقون بالفلسطينيين، لكنهم يفهمون معاناتهم ويفهمون أنه إذا ما لم نجد حقوق الفلسطينيين سيبقى الوضع صعب. وحتى وإن احتلينا غزة، سموتريتش يريد أن يضيف مليوني فلسطيني ويمول عشرات المليارات وإنشاء المستوطنات، وكذلك في جنوب لبنان. إلى أين سيقودنا هذا؟ إسرائيل يجب أن تفهم والفلسطينيين يجب أن يفهموا، دولتان لشعبين هو حل محق، ليس الحل الأمثل لكنه الحق العادل، دون إعطاء المتطرفين من الطرفين والمتطرفين في الجانب الإسرائيلي أن يملوا علينا الواقع. نحن سنبقى فقط في الحروب، ومن يستفيد من الحروب؟ اليوم إيران تستفيد، لأن لا يوجد إيرانيين يقتلوا، وفقط ألاف الفلسطينيين والإسرائيليين يقتلوا، كما هو في سوريا مئات الألاف قتلوا، ليس الإيرانيين عرب، لا إيرانيين. أيضا في العراق العرب يقتلوا وليس الإيرانيين، وكذلك في اليمن. على الجميع يفهم أن مصلحة الشرق الأوسط هي الوسطية، الخطاب الشرق أوسطي المشترك، وليس الحروب التي تسعى إليها المنظمات الأصولية والمتطرفين، وكذلك المتطرفين اليهود، وطبعا إيران، جميع هؤلاء يريدون أن يستمر في الحرب كما هو في السودان. نسينا أنه يقتل مئات الألاف في السودان بسبب الحرب. حان الوقت لوقف ذلك والتفكير بشكل مختلف. نعم، عودة إليك أستاذ محمود، نعلم أن هناك جبهة أخرى هم، هي جبهة الضفة الغربية، ورأينا العمليات كذلك التي خرجت مؤخرا. ما هي صورة الوضع الحالية في الضفة الغربية؟ لا سيما هناك من يقول، أو بحسب بعض التقديرات، يمكن أن نشهد في المرحلة المقبلة انتفاضة ثالثة. يعني المتوقع في الفترة القريبة القادمة، ومع اهتمام قيادة الحكومة الإسرائيلية وقيادة وزارة الجيش الإسرائيلي بالجبهة الشمالية والحرب في عدة محاور في قطاع غزة وفي لبنان، وأيضا بتوجيه ضربات لدول مختلفة، الآن الفرصة يعني سانحة جدا لقيادة بن غفير للجرائم في الضفة الغربية. هنالك فرصة كبيرة يعني أن تتطور الأحداث في الضفة الغربية. ويعني ذكر لما تطرق له الضيف قبل قليل حول الأحداث سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في عموم البلاد، يعني الفعل دائما له ردة فعل، وهذا يعني أمر واقع في كل مكان. الأحداث التي يقودها بن غفير ونتنياهو في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والضغط يولد الانفجار. على الإسرائيليين أن يكونوا يعني واعيين جدا لما يعني يدور الآن في المنطقة بأكملها، وخاصة الذي يدور الآن في الضفة الغربية، وهذه رسالة للإسرائيليين في كل المناطق الذين يعني يريدون العيش بسلام وبهدوء، سواء من خلال طوفان الأقصى أو قبل أو بعد طوفان الأقصى في حال توقفت الحرب، وهذا يعني لا أعتقد أنه قريب جدا في ظل الممارسات الإسرائيلية. على الإسرائيليين أن يفهموا رسالة واحدة، أن الضغط يولد الانفجار. كما أنتم ترغبون بالعيش بسلام وبحرية وبأمان، الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أيضا ترغب بالعيش بحرية وبسلام وبكرامة وبأمن. والذين ذهبوا في 7 أكتوبر للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا العملية التي حدثت في 7 أكتوبر وشارك بها المئات والألاف الذين يقاتلون الآن في قطاع غزة والألاف الذين يقاتلون الآن على الجبهة الشمالية جنوب لبنان، هم جميعهم ذهبوا بقناعة وليسوا رجال جيش أو مؤسسة أمنية كما يحدث مع الجيش الإسرائيلي. أعتقد أن هذه النقطة فارقة جدا في الحديث عن الحياة بأمن وبسلام. لو كان الشارع الفلسطيني في قطاع غزة والمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وهنا أذكر الشباب، وهذه رسالة يعني
الشارع الإسرائيلي. الذين نفذوا أحداث 7 أكتوبر هم شباب في أعمار العشرينات، بمعظمهم بأعمار العشرينات، الذين ذاقوا ويلات الحروب السابقة، هم الذين دخلوا وضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الحرية والتحرير. على الإسرائيليين أن يفهموا هذه الرسالة. ما لم يعترف الإسرائيلي ويخضع، وليس اعتراف فقط وإنما خضوع لحقوق الشعب الفلسطيني، فإن الحرب مستمرة. حتى لو توقفت هذه الحرب بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، سيبقى القتال إلى النهاية. يعني لا يمكن الحديث يعني بشكل منفرد بأن الحرب يعني نتجت من خلال أحداث 7 أكتوبر، أو أن الحرب فعليا هي في 7 أكتوبر. هذه تراكمات لعشرات السنوات، وخاصة العشر سنوات الأخيرة التي حدثت فيها أحداث كبرى في قطاع غزة وغير ذلك يعني في مناطق أخرى. وهنا يعني أريد الإشارة إلى نقطة واحدة، وعلى السياسيين وأيضا على الشارع الإسرائيلي أن يفهمها بشكل واضح. 30 عام والشارع الفلسطيني ينتظر حل مع الإسرائيليين من خلال السلطة الفلسطينية التي تقود يعني المفاوضات الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي دائما كان يدير ظهره لهذه السلطة. نعم، ربما دكتور شاول يريد التعقيب بجملة أخيرة، تفضل دكتور شاول. أنا أريد أن أقول ما قاله خالد مشعل في كوالالمبور. هو قال التالي: أنا أحيي الغزيين على استعدادهم للموت من أجل حماس، وهو يتعهد باستمرار التضحية بالفلسطينيين من أجل أهداف حماس، بينما هو يتجول في فنادق العالم ويعيش في فنادق فاخرة. هذه قيادة حماس. دكتور شاول، للأسف لم يتبقى لي الوقت، لا تبعد كثير عن هذا. دكتور شاول يناي، الباحث والمحاضر في تاريخ الشرق الأوسط ومختص في شؤون الخليجية والعربية، شكرا جزيلا لك. ضيفي من الخليل أستاذ محمود دياب، إعلامي وكاتب فلسطيني، شكرا جزيلا لكم. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية دقائق، وألقاكم في المناظرة اليومية. ابقوا معي.